بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رضي الله تعالى عنه في المتح: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه صلاحا كان أو ضده لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية، والسمع لكلامه القديم، والثواب في دار النعيم، والبعث لرسله الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا هو المتن. فماذا في الشرح؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا. ارفع صوتك عشان ما فيش ميكروفون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه صلاحا كان أو ضدا لما عرفت قبل من وجود عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع الممكنات، ويدخل في ذلك جواز قبل لما عرفت قبل من وجوب عموم قدرته وإرادته، يعني ووجوب عموم إرادته لجميع الممكنات. ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية، يعني رؤية الله تعالى في الآخرة جائزة، يعني داخلة في الجائز. وأما الجائز، ويدخل في ذلك يعني في ما هو جائز أو في ما نسميه جائزا. عندنا ثلاثة أقسام: واجب ومستحيل وجائز. فمسألة الرؤية لله تعالى تدخل في أي باب؟ في باب الجائز. ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية، والسمع لكلامه القديم، يعني خلق السمع لكلامه القديم، يعني هذا جائز. كما أن رؤية الإله تعالى القديم جائزة، فكذلك سمع كلامه القديم جائز، والثواب جائز، والعقاب جائز، وبعثة الرسل عند أهل السنة والجماعة جائزة. هي معنى جائزة، ليست واجبة وليست مستحيلة. واضح كده؟ هذا المتن، هذا أو هذه خلاصة المتن. يعني ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤيا لذاته العلية، وجواز خلق السمع لكلامه القديم، يعني يخلق الله تعالى فينا إدراكا نسمع به كلامه القديم، فيسمى هذا الإدراك سمعا، أو يخلق في أبصارنا إدراكا نرى به ذاته تعالى فيسمى ذلك رؤية. والثواب خلاص، يعني والثواب ما فيش تأويلنا. ويدخل في ذلك الثواب، يعني الثواب جائز. يبقى أول شيء، أول جائز اللي هو يدخل يعني الرؤية. إيه معنى الرؤية؟ يعني خلق الله تعالى الرؤية، والسمع يعني خلق الله تعالى السمع، والثواب يعني يدخل الثواب، ما تقدرش خلق الله تعالى الثواب. ويدخل في ذلك جواز خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية، والسمع لكلامه القديم، والثواب في دار النعيم، والبعث لرسله عليهم الصلاة والسلام الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين.
لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك، وإنما لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها، يعني لأن الذات العلية واجبة الوجود قديمة، إذن فلا يتطرق الجواز للذات ولا إيه ولا للصفات، لأن الصفات قائمة به بالذات، والصفات قديمة والذات إيه قديمة، إذن فلا يدخل هذا في إيه في الجائز. لا شك أن الجواز لا يتطرق للذات العلية ولا لشيء من صفاتها المرفعة لوجوب الوجود لجميع ذلك، وإنما مرجع الجواز التعلق التنجيزي لقدرته تعالى وإرادته. لماذا لا يدخل الجائز أو الجواز لا يتطرق للذات العلية في شيء من صفاتها، يعني لا الذات ولا إيه ولا الصفات؟ لأنه لو تطرق أو لو كان يمكن أن تكون جائزة للازم من ذلك الافتقار، يعني هذا إذا كانت جائزة يستلزم افتقارها كما لا يخفى، لأن الجائز مفتقر إلى إيه إلى الواجب لكي يكون إيه موجودا، فلو كانت جائزة لكانت إيه لكانت مفتقرة، ولو كانت مفتقرة لكانت إيه حادثة، لأن الجائز هو إيه هو الحادث، مش كده؟ الجائز هو إيه الحادث. وهذا التعلق ليس بقديم ومرجعه إلى صدور الكائنات. الذي نفهم من ذلك أن الذات العلية إيه واجبة، وأن الصفات العلية أيضا واجبة، إذن فكل الصفات قديمة وهي واجبة لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة جائزة، الجائز بالنسبة لله تعالى ليس صفة إنما هو فعل، خلاص كده؟ يبقى إذا دخلنا في الجائز هنتكلم عن الإيه؟ عن الأفعال وليس عن الإيه؟ عن الصفات، يعني جائز له تعالى أو في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، هذا هو تعريف الجائز.